احنا عايزين نتفرج على مسرحية المتزوجون. في احلى من كده؟ فاميلي فاميلي تايم، الاثنين كل واحد ماسك الموبايل وتقولوا لي ادي لخديجة الموبايل. فين بقى؟ شفتوا بقى، انا مش عايزة خديجة تتعلم الموبايل ازاي. بصوا كل واحد فيهم قاعد معاه موبايل. ايه رأيكم؟ اللي كانوا بيقولوا لي على خديجة عايزة اسمع صوتهم كده، سمعوني صوتكم. شفتوا مفيش تواصل، في انفرادات. انت يا ابني انت وهو، سيب يا ابني الموبايلات انت وهو. انا ماسكه الموبايل علشان اوري للناس، لكن انا مش ماسكه الموبايل. انتوا اللي ماسكينه قاعدين مشغولين فيه. عاجبك يا ماما انت وبابا الكلام ده؟ مسرحية المتزوجون أحلى من كده. إيه؟ وقت للعيلة وقاعدين مع بعض، وركبة طيارة ونازلة من طيارة وجاية، وكل واحد فيهم يقول لي هقعد معاكي النهاردة يا ماما عشان أنتي مسافرة. فين القعدة؟ فين؟ أما أقوم دلوقتي أوريكوا. هو مش هوريهم أصلا، ما أعرفش أعمل كده. لا انا بس يا قمر يا جمر يا جموري. طبعا ده مش العيال عشان مضايق منه، مامتي وبابايا اللي انا بتكلم عليه. عبد الرحمن سيب الموبايل، سيب الموبايل، اخوك الصغير بيقلدك. انت قدوه يا ابني، قدوه. هو اللي بيقلد عبد الله، هو اللي بيقلد عبد الله. كله بيعدي بقى. حط ايدك كويس كده اهو، بوس بوس راسي. حبيبي والله عفونا عنك. خلاص ان شاء الله تمسك. ايه اعمل ايه في قلبي ده؟